العيب هو إنكار الواقع. الحقيقة إن إسرائيل استولت على 60,000 كيلومتر مربع من الأراضي المصرية بسبب 67، وهي بتحتل الأراضي دي دلوقتي وعلى جدول أعمال قيادتنا إننا نسترجعها عشان شعبنا يقدر يمشي مرة تانية وراسه مرفوع. والحد ما يجي اليوم ده الخريطة دي هتفضل تفكرنا بالمهمة اللي لازم ننجزها. بس يا ريس بلدنا ما عندهاش استعداد تخش حرب مرة تانية. علشان كده خيارنا الوحيد هو إننا نتكلم مع الأمريكان في حل دبلوماسي علشان نرجع سيناء. مستحيل. الخطوة دي هتخسرنا الدعم السوفيتي. مش بالضرورة. أنوار، أنت بدك تعرف إيه؟ لما تكلمني تقول لي يا سيادة الرئيس أستاذ سامي الشرف. سيادة الرئيس، الفكرة غريبة قوي، أنا برفضها تماماً. أنا اللي باخد أحسن قرار لمصلحة مصر، وانتوا شغلكم يا سادة يا أفاضل هو إنكم تمدوني بالمعلومات اللي تخليني أخذ القرار ده، مش أي حاجة تانية. كلامي واضح؟ واضح يا رئيس. لا برا برا مع تصاعد وتيرة الانتهاء.